سؤال: ماذا يعني خروج الماء والدم من جنب السيد المسيح عندما طعن بالحربة على عود الصليب؟ ليها معنى طبيعي ومعنى رمزي أو روحي. المعنى الطبيعي ان ده كان وضع طبيعيا مش يكاد يكون مش ممكن، لان السيد المسيح كان صفى دمه وصفى الماء اللي في جسده من العرق ومن التعب والحاجات دي. فدي تدل على حيوية المسيح وتدل على لاهوته. لكن من المعنى الرمزي يعني الفداء الذي نلناه بالدم نناله عن طريق الماء في المعمودية.